ملايكة يحاسبوني حدش كده قال يا ناس لابد حبي ويدوم ملايكة يحاسبوني حدش أول سؤال سألوني عليه عن السبب في لوم العزال أول سؤال سألوني عليه عن السبب في لوم العزال قلت ان حبي الحق عليه خلى اللي عمره ما قالش وهو قال وبقينا امثال يا ناس أصلي غرامك وليه حبيب مش وياك تهمني حل الهجرانك باكت وقلت العيش هناك يا عيني علي عشي واحتار وقضى طول عمره أفكار يا عيني علي عشي واحتار وقضى طول يسير.